اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، ونواكب الاحداث التي تجري في الاسواق في هذا التقرير، خصوصا بعد توقف ارتفاعات الملاذات الامنه وعلى وجه التحديد الذهب وعوده الدولار الامريكي للارتفاع مجددا. طبعا ما ننتظره خلال تعاملات اليوم على وجه التحديد او ابرز امر هو خطاب لجانيت يلين، سوف يكون بعنوان التضخم وعدم اليقين. طبعا هذا الخطاب ما تنتظره الأسواق هو تلميحات من رئيسة الفيدرال الأمريكي حول نوايا السياسة النقدية، خصوصا بعد التخبط اللي شفناه واختلاف الآراء والانقسام داخل الفيدرالي. كان يوم أمس على لسان أعضاء مختلفين من الفيدرالي، منهم من أيد إمكانية تشديد السياسة النقدية ورفع آخر لأسعار الفائدة، ومنهم من يعني أشار إلى ضرورة الإبقاء على سياسة تيسيرية لفترة ممتدة بشكل أطول، أو بمعنى آخر إبطاء عملية تشديد السياسة النقدية. طبعا هذا الأمر سبب نوع من الكونفيوزنج للأسواق إجمالا ونوع من الارتباك، عادت الأسواق اليوم للارتفاع مجددا. إضافة إلى هذا الأمر، كان لدينا التوترات الجيوسياسية تعود مجددا لتضغط على الأسواق، توترات كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، آخر الأحداث أو آخر المستجدات تصريحات لوزير الخارجية في كوريا الشمالية يشير إلى أن تغريدة ترامب الأخيرة هي بمثابة إشارة لإعلان الحرب. طبعا هذا الأمر يعطي مزيد من الضغوط على الملاذات الآمنة، أو أعطى سبب مزيد من الضغوط على الملاذات الآمنة، ولذلك رأينا الارتفاعات التي شهدناها. اليورو الذي تراجع بشكل واضح كان بنتيجة أن ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي أشار إلى أن ارتفاعات اليورو هي بنتيجة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة، وبمعنى آخر عندما يذكر ذلك رئيس المركز الأوروبي فلا يؤيد كثيرا ارتفاعات اليورو، وبالتالي قد يكون هناك تدخلات من قبل المركز الأوروبي، التدخلات متمثلة قد تكون بأن لا يكون هناك تقليص في برنامج التيسير، وإنما الإبقاء على البرنامج وتمديده لفترة أطول. هذا الأمر سبب ضغط على اليورو في ظل قوة الدولار الأمريكي وهبوط دون مستويات 1.18. نبحث عن مزيد من الإشارات من خلال الرؤية الفنية لأهم المنتجات التي تتغير أمامنا. نظرة سريعة فنية على أبرز المنتجات. إذا نبدأ مع أول منتج لدينا وهو مؤشر الدولار الأمريكي. لاحظ، ذكرنا يوم أمس أن مؤشر الدولار الأمريكي اخترق خط الاتجاه الهابط وأعاد اختبار هذا الخط، وتوقعنا أنه ممكن يكون عندنا ارتفاعات من المستويات الاختراق التي كانت تقريبا عند 92.5، واستهدافاتنا كانت عند 94. الآن هذا المؤشر هو عند مستويات 93 ولا يزال يرتفع بالاتجاه الصاعد، في إشارة إلى أن الدولار الأمريكي المتماسك القوي يعود مجددا مع اختراق خط الاتجاه الهابط. بمعنى آخر، هناك تغير في اتجاه المؤشر الدولار الأمريكي، وثانيا لدينا الفرصة بمزيد من الارتفاعات. ذكرنا أنه مجرد اختراقنا الـ 92.60 راح تكون فرصة لمزيد من الارتفاعات على هذا المؤشر. الآن ما هو situation أو ما هو وضع هذا المؤشر؟ بانتظار خطاب جانيت يلين حتى يتأكد لدينا الارتفاعات، وننتبه أن مؤشر الدولار الأمريكي يحتاج إلى الصمود فوق مستويات أو اختراق مستويات 94 حتى يكمل بالاتجاه الصاعد. غير ذلك أو إشارات سلبية بلا شك ستعيدنا مجددا إلى ما دون مستويات 92. بالانتقال إلى منتج آخر، أيضا لاحظنا كيف أنه تغير كليا مع أداء الدولار الأمريكي المرتفع، هو زوج اليورو دولار أمريكي. يواصل الانخفاض بشكل أكبر، مستوياته الحالية عند 17.85، ورسمنا خط الاتجاه يوم أمس على الزوج يورو دولار أمريكي، وتوقعنا أنه ممكن يكون عندنا مزيد من الانخفاضات على هذا الزوج. ما هي الاستهدافات إذن بالنسبة لزوج يورو دولار أمريكي في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي نحن إذا بقينا فوق مستويات أو عفوا دون مستويات 1.18، فإن ذلك يفتح المجال لمزيد من الهبوط نحو مستويات 1.17
كهدف أولي بالنسبة لهذا الزوج. أحتاج فقط إلى عودة وكسر لأدنى المستويات عند 17.75 اللي كان قد رسمها. كسر هذه المستويات يعني فرصة بهبوط حوالي 75 نقطة وقف خسارة قريب جدا هو عند مستويات 18-25 نقطة. وقف الخسارة التارجت تبعنا حوالي ثلاث أضعاف، يعني بمعنى 75 نقطة كتارجت مبدئي على زوج يورو دولار أمريكي، وأيضا يتأكد بشكل أكبر مع تصريحات جانيت يلين اليوم. الذهب كما ذكرنا الفرصة التي كان قد استغلها في تداولات يوم أمس بالارتفاع بشكل كبير نحو مستويات 1311 دولار للأونصة تلاشت بعض الشيء، ضعف جاذبية المعدن الثمين، والآن يختبر مستويات الدعم النفسي 1300 دولار للأونصة. نحتاج إلى كسر قوي وإغلاق دون هذه المستويات. أهدافنا نوعا ما قريبة لكن استهدافاتها لا تزال عند مستويات 1284 دولار للأونصة كأهداف بالنسبة للزوج أو بالنسبة لمعدن الثمين الذهب. آخر منتج رح أتحدث إليه وهو كان ملفت للانتباه عندما وضعت الدراسة اليوم هو الجنيه الاسترليني الذي يتحرك في قناة هابطة في الوقت الحالي. وطبعا نلاحظ أمامنا على تشارت الون أور كيف أنه في عندي lower highs و lower lows بشكل متواصل، عم بيكون في عنا هذه القناة المحصورة بحدها العلوي حاليا بمستوى المقاومة عند تقريبا 34-64، ومن المتوقع مع كسر اللو الموجود حاليا انه يفتح عندي مجال لمزيد من الهبوط. التارجت البعيد عند هذه بالنسبه لزوج الجنيه استرليني دولار امريكي هو مستويات 1.3260 بالنسبه لهذا الزوج. نحتاج الى كسر خط الاتجاه الهابط اللي هو حاليا موجود عند مستويات 35 حتى يكون في عندي تغير بالاتجاه نحو الاتجاه الصاعد، ولكن غير ذلك في عندي إشارات فنية حتى الآن هي اللي بتسيطر على الوضع بأنه الاتجاه القادم بالنسبة للجنيه الاسترليني لا يزال في الاتجاه الهابط، والدلالة هي القناة الهابطة التي يتحرك فيها الجنيه الاسترليني حاليا. طبعا بالنسبة لتداولات قصيرة المدى قد لا يكون مناسب جدا الدخول في هذه اللحظة، نحتاج إلى ارتداد آخر من مستويات خط الاتجاه الهابط عند مستويات تقريبا 34-60، ومن ثم نفكر ببيع مجددا مع تارجت بعيد المدى عند مستويات 32-58، بينما التارجت القريب هو عند مستويات 33-80. هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم، أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم.